البخيتي يوجه رسالة عاجلة للسعودية بشأن الرئيس هادي، وهذا ما قاله. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. تساءل سياسي علي البخيتي ما هي صفة عبد رب منصور هادي الجديدة، وقال البخيتي: طال انتظار التغيير كثيرا لكنه أتى، والسؤال الأهم والمحوري بالنسبة لي: هل سينتقل مجلس القيادة وأعضاء المجلس التي تم إنشاؤها إلى اليمن؟ إذا لم يعودوا خلال شهرين بالكثير واستمروا في فنادق الرياض فلا فائدة من التغيير، فلن يعمل أحد بجد على تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وأضاف: كذلك أدعو لإنشاء غرفتي عمليات مشتركة أمنية وعسكرية تقود الجهود العسكرية والأمنية وتنسقها بين مختلف الوحدات، ليكون الخيار العسكري حاضرا دوما في حال رفض الحوثيون حوارا حقيقيا وجادا، وهم سيرفضونه حتما. وإذا غاب الخيار العسكري فمؤتمر الرياض هو العشاء الأخير ما قبل الاستسلام. واختتم: وآخر سؤال، ما هي صفة عبد رب منصور هادي الجديدة؟ الرئيس السابق أم ماذا؟ إذا لم يطلق الإعلام السعودي عليه صفة الرئيس السابق ويتم التعامل معه على هذا الأساس فما حدث لا فائدة منه، وأبشر بهروب جديد له، داعيا مجلس النواب إقرار إعلان نقل السلطة ليكون لمجلس القيادة شرعية دستورية.